السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فكرنا ودورنا ونزلنا لكم بحاجه جديده. ما تيجي بقى نخش على التفاصيل. النهارده هنتكلم عن الانسس. يعني ايه انسس؟ عايزين نفهم يعني ايه انسس اصلا. ناس كتير عارفه البرنامج ومش فاهمه بيعمل ايه، ناس كتير عارفه البرنامج وبتشتغل عليه وبرضه لسه مش عارفين يطلع نتائج صح، ناس كتير مش فاهمه يعني ايه اصلا الكونسبت بتاع سيميليشن. طب ما تيجي النهارده نجيب الهيستوري في الاول كده ونتكلم مع بعض سريع، مش هناخد وقت كتير. الاول واحد امريكي مهندس زي اي مهندس موجود اسمه جون سوانسون 1970، وابتكر البرنامج القوي ده جدا. المعدلات بتاعت زمان بتاعت الثانويه عامه والكلام الكتير قوي، احنا كنا بننزل بكذا ورقه عشان نعمل معادلات تفاضليه واحده عشان نحل ايكويشن واحده، كلنا كنا في المأساة دي. الراجل ده زهق من الموضوع ده فبدأ ان هو يجمع كل المعادلات دي ويحطها في برنامج واحد. ان كان بقى هيتكلم على معادلات فيزيائيه، معادلات كيميائيه، معادلات كتيره، ويعمل لكل واحد منهم ايه؟ شركه. فبدأ بالفكره اللطيفه دي وبعد كده دخل عمل برنامج كبير اسمه انسس. البرنامج ده بيقول لك انت راجل عندك منتج، فكر في المنتج بتاعك وابدأ صممه على البرنامج ده ذات نفسه، وبعد كده بدل ما تنزل تصنعه لا شغله على البرنامج وحط عليه القوه اللي انت عايز تحطها ايا كان ايه الوضع اللي هو كان فيه، حط عليه درجه الحراره اللي انت عايزها ايا كان ايه الوضع اللي هو كان فيه، وحط عليه التثبيتات بتاعته وشوف ايه اللي هيحصل فيه. هل هيفشل في شيل الحمل ده، او هل هيفشل في تاديه الفانكشناليتي او الواجب اللي انت مديهوله ولا لا؟ عندي حلين رئيسيين في البرنامج ده، هما اكتر حلين مستخدمين. ايه هما؟ اول حل سي اف دي او الكمبيوتيشنال فلويد داينامكس او ديناميكا الموائع الحسابيه. يا نهار ابيض ايه الاسم ده؟ او الفاينايت اليمنت اناليسيس او تحليل العناصر متناهيه الصغر. الاسم ده ابسط شويه. طيب ايه هو السي اف دي وايه هو الفاينايت اليمنت اناليسيس؟ بالنسبه للفاينايت اليمنت اناليسيس، وده اللي هنبدا بيه، وده بيهتم بالاجسام الصلبه. يعني لو انا عندي جسم مع جسم تاني والاتنين متداخلين مع بعض، عايز اشوف ايه اللي هيحصل ما بينهم. عندي وصله بمسمار ما بين بلتين، وعايز اشوف ايه اللي هيحصل ما بين البلتين دول لما اثر عليهم فورس معينه. عندي كرسي وعايز اقعد عليه واشوف اقصى حمل المفروض الكرسي ده يستحمله، ايه الاستريسز والسترين. الاستريسز اللي هو الاجهاد، والسترين اللي هو الانفعال. هنعرف الكلام ده ان شاء الله في الورشه مع بعض. طيب الراجل ده بيفكر ازاي يعني؟ طب هو ازاي عمل الكلام ده؟ بديله التصميم بتاعي زي كده، وهو يبدأ يقسمها لعناصر متناهية الصغر زي كده، يحط نودز، والنودز دي فيها خيوط وبتكون في الاخر elements. طب انا عملت ايه ووصلت لايه كده؟ انا اول ما اثر بفورس على اي نود فيهم هنا هو، وليكن النود دي، كل اللي حواليها هيتأثر معاها، هتشد الخيوط دي كلها معاها وتروح في الاتجاه الفورس رايح فيه. طيب وبالنسبة للسي اف دي، فالوضع هو نفس الكلام بالظبط، بس هو بيفكر بطريقة تانية. ايه الطريقة التانية دي؟ هو ان انا دلوقتي مش محتاج ان انا اثر على الجسم الخارجي، لا ده انا عايز اعرف الجسم الداخلي ايه اللي بيحصل فيه، او من بره الهواء اللي بيعدي حوالين التانك ده، او الميه اللي جوه التانك ده ايه اللي بيحصل فيها. فبيقسمه بدل ما يقسمه لنودز واليمنتس، نفس الكلام بالظبط، بس بيقسمه لفوليوم. هو بيحل على احجام، بيقسمه لاحجام متناهيه الصغر، ويفضل برضه يشوف عليها المعادلات الفيزيائيه الخاصه بيها، زي معادله بقاء الطاقه، معادله الماس، معادله المومنتوم. طيب الابلكيشنز اللي على الاستراكشرال سيستمز يعني ايه؟ يعني على الاجسام الصلبه الفاينايت اليمنت اناليسيس اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. طيب انا عندي هنا ده امباكت لود حصل نتيجه ان انا رميت الموبايل ده من الدور الثاني او الثالث،
فالموبايل هيحصل فيه الآتي. كذلك لو عندي عربية والعربية دي بتسوق على مثلا على 120 كيلو أو 220 كيلو، عايز أشوفها إيه اللي هيحصل فيها بعد ما تخش في حيطة. كذلك هنا أنا عندي السوست بتاعة العربية، عايز أعرف السوست دي لما توصل للآخر الشوط بتاعها إيه اللي هيحصل في القوائم اللي حواليها. هنا كذلك أنا عندي هنا حاجة اسمها دايناميك لود أو لود متغير، هنعرف الكلام ده مع بعض برضو في الورشة إن شاء الله بإذن الله. أما بقى بالنسبة للـ CFD applications، فأنا عندي applications كتيرة أوي في الـ CFD. المجال ده مجال كبير جدا، مش مستخدم كتير أوي هنا في مصر، بس المجال ده بره شغال كويس أوي أوي أوي. الـ CFD دايما بيتعامل مع الموائع. يعني إيه موائع؟ يعني سوائل وغازات، يعني سوائل زي المية والزيت، والغازات زي الأكسجين، نيتروجين، الميثين، الكلام ده كله بيعرف يبريدكت او يتنبأ بالخواص اللي هتحصل لكل مائع من دول لو اتحط في الظروف الاتية. يعني انا عندي هنا زي ده فلو اوفر اكار، يعني عندي عربية هنا وعليها هواء من برة. كتير منا يسمع عن عربيات المحقق المعادلة، العربية بتمشي على سرعة عالية جدا مع ثبات على الارض. زي هنا برضو عندي المحابس، محبس مية مثلا، عايز اعرف طالع منه كمية مية قد ايه، عايز اتحكم المحبس ذات نفسه بموتور. عندي هنا برضو محركات تيارات او احتراق مستمر، continuous combustion. برضو اقدر اشتغل على internal combustion engine او محركات العربية. العربية كلها دلوقتي بتعملها simulation في اي شركة من الشركات العالمية بتاعت برا. عندي طبعا في مجال الطب، المجال ده بقى منتشر فيه جدا موضوع الانسس، ان هما بيعملوا prediction هنا ومقارنة ما بين واحد بيلعب رياضة واحد ما بيلعبش رياضة نورمال بيرسون، وبيشوفوا قدرة استيعاب كل واحد منهم للهواء وقدرة استيعاب الرئة بتاعته للهواء عن البني آدم الطبيعي. وبكده نبقى خلصنا معرفة الـ CFD والفاينايت إليمنت، ومستنيكم بإذن الله في الورشة يوم 6/9 إن شاء الله، يوم الجمعة الساعة 5 مدينة نصر. وشكرا لكم.